تمام منتصف الليل بتوقيت الجزائر، نشرة الأخبار تأتيكم مباشرة من قناة الجزائر الدولية، وإليكم أبرز العناوين. الجزائر تستكمل بناء مؤسساتها الديمقراطية عبر المجالس البلدية والولائية، ونسبة المشاركة المؤقتة تناهز 35% عند إغلاق مراكز الاقتراع. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يصف انغماس دول عربية في التحالفات مع الكيان الصهيوني بالخيانة، ويؤكد أنها لن تضيف للمغرب إلا الاختراق والتوريط. منظمة الصحة العالمية تحذر من المتحور الجديد أوميكرون، وتقول إنه له أكثر من 10 طفرات تعمل على إضعاف المناعة. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة. بداية، أدلى الناخبون الجزائريون بأصواتهم في انتخابات محلية مسبقة سجلت نسبة مشاركة بلغت 35% في الانتخابات البلدية و 34% في الانتخابات الولائية. هذه النسبة المؤقتة كشف عنها محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في آخر ندوة صحفية للإعلان عن النتائج الأولية. النسبة الوطنية عند غلق الاقتراع أن عدد الناخبين وصل 8,517,919 بنسبة المشاركة 35.97%. هذا فيما يخص انتخاب المجالس الشعبية البلدية. فيما يخص انتخاب المجالس الشعبية الولائية، عندنا عدد الناخبين 8,145,226، ونسبة المشاركة فيما يخص المجالس الشعبية الولائية هي 34.39%. مشاهدينا، لمزيد من التفاصيل يلتحق بنا على المباشر من قصر المؤتمرات عبد العزيز رحال بالجزائر العاصمة مفادنا إلى هناك فاهم بو عبد الله. بداية، أهلا بك فاهم. فهم، لربما تطلعنا على أين وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية اليوم؟ نعم زميلي محمد، فقط بتنشيط السيد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لهذه الندوة الأخيرة لنهار اليوم، تكون عملية الانتخابات المحلية قد وصلت إلى مرحلتها النهائية. فقط أريد التذكير زميلي محمد مشاهدينا الكرام أن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية هي 35.91 بالنسبة للانتخابات البلدية، بينما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الولائية 34.39% في كتلة انتخابية يبلغ حجمها 23 مليون ناخب جزائري. توجه إلى صواديق الاقتراع اليوم 8,500,000 ناخب على أن يقوم رئيس السلطة الوطنية المستقلة بالانتخابات بترسيم هذه النتائج والإعلان على النتائج الختامية خلال الأسبوع القادم. نعم. عودة إليك زميلي محمد. نعم فهم، لربما كيف كان تعليق طبعا رئيس السلطة المستقلة أو السلطة المستقلة على هذه النتائج؟ نعم، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قال بأن العملية في مجملها جرت في وضع هادئ وجيد، وكذلك هذه النتائج هي مرتفعة مقارنة بالانتخابات التشريعية الأخيرة. وبعض الملاحظات التي تم تسجيلها في عدد من مكاتب الاقتراع عبر ربوع الوطن، ستقوم المندوبيات الولائية والمحلية المختصة بمعالجتها والفصل فيها نهائيا.
نعم فاهم، لربما تقييمك الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، ما هو تقييمها لمجريات العملية الانتخابية؟ نعم، ربما رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال آخر ندوة صحفية له نشطها اليوم قال بأن هذه السلطة ربما اكتسبت نوعا من الخبرة من خلال هذا الزخم من العمليات الانتخابية وهذا الحراك السياسي الذي تشهده الجزائر من خلال الانتخابات أو المواعيد والمحطات الانتخابية المتتالية. أعيد وأكرر بأن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قال بأن المحطة في مجملها جرت في أجواء هادئة وجيدة وحسنة، وربما ارتفاع النسبي في نسب المشاركة مقارنة بالانتخابات التشريعية لأكبر دليل على ذلك حسب طبعا تصريحات رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. فهم أبو عبد الله، شكرا لك، كنت معنا على المباشر من قصر المؤتمرات عبد العزيز رحال بالجزائر العاصمة. هذا وأدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون واجبه الانتخابي في الانتخابات المحلية بمدرسة أحمد عروة باسطوالي غربي الجزائر العاصمة. وقال الرئيس الجزائري إن الانتخاب حق وواجب لكنه ليس إجباريا، والجزائر تستكمل بالانتخابات المحلية مسار بناء مؤسسات الدولة. لحد الآن رانا نستكملوا في المؤسسات الانتخابية تاع الدولة، وانتم تعرفوا أن المؤسسة القاعدية لانستيتيسيون دو باز دو ليتا سي لا كومين، كومين ومن بعد لا ولاية لي كوليكتيفيتي لوكال. هذه آخر محطة بالنسبة للبناء دولة عصرية، دولة مبنية بسواعد أبنائها هما اللي اختاروا المسؤولين، هما اللي اختاروا المسيرين. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري مع بعض ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية إنه يأسف لاتفاق المغرب مع الاحتلال الإسرائيلي، وأكد أن تهديد المغرب للجزائر خزي وعار. في العلاقات القديمة الجديدة بين المغرب والكيان، نأسف لأول مرة منذ 1948 لما تخلق الكيان هذا وزير من هالكيان يجي بلد عربي ويهدد بلد عربي واحد آخر، خزي وعار. اعتبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن ما تقدم عليه بعض الدول العربية من تحالفات وخطوات عملية مع إسرائيل عمل مدان ومحرم شرعا. ووصف البيان الذي وقعه الأمين العام للاتحاد علي القرة داغي انغماس أقول بعض الدول العربية من بينها المغرب في التحالفات والخطوات العملية مع الكيان الصهيوني المحتل عمل مدان ومحرم شرعا وخيانة للعهد العمري والصلاحي ولحقوق الشعب الفلسطيني. من جانبه اعتبر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الروسيني أن العلاقات مع إسرائيل لن تضيف للمغرب إلا الاختراق والتوريط وصناعة العملاء. وقال العالم المغربي إن علاقة المغرب مع العدو الصهيوني لم تعد كما قيل لنا قبل سنة مجرد اعتراف بدولة الاغتصاب مقابل اعتراف الرئاسة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء، ولم تعد مجرد استئناف للعلاقات الدبلوماسية بل هي الآن تنغمس تماما في العشق الحرام مع العدو الصهيوني وتفتح له كافة الأبواب أو كافة أبواب الاتفاقيات الشاملة وزيارات متلاحقة وغزوات صهيونية لا تبقي ولا تذر على حد وصفه. أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بشدة توقيع المغرب العديد من الاتفاقيات سيما العسكرية والأمنية مع الاحتلال، وقالت إن الأمر لم يكن تبريره تحت أي أهداف أو ذرائع مهما كانت. وقالت حماس إن مكانة المغرب التاريخية ودور شعبه المعهود تجاه فلسطين والقدس لا يمكن أن يستقيم مطلقا مع التطبيع والتحالف مع العدو الصهيوني،
والإسهام في دمجه في المنطقة، وإن استقبال المغرب لمجرم الحرب الصهيوني بيني غيتس خطيئة كبرى بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ويتنافى تماما مع إرادة الأمة والموقف القومي الأصيل للشعب المغربي الرافض بجملة لأي علاقة أو اتفاقيات مع العدو الصهيوني. وقالت حماس إن هذه الانتكاسة نحو العدو وعقد الاتفاقية الأمنية والعسكرية وغيرها معه لن تؤدي سوى إلى استباحة السيادة العربية المغربية. أعلنت حركة حماس الفلسطينية أنها ستعمل على حشد مواقف داعمة للقضية الفلسطينية لمواجهة القرار البريطاني بحظر الحركة بجناحيها السياسي والعسكري وتصنيفها منظمة إرهابية. يأتي ذلك بعد مصادقة البرلمان البريطاني على مشروع وزارة الداخلية البريطانية لاستصدار القرار. جاءت تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول رغبة الجزائر بأن تكون القمة العربية المقبلة جامعة انطلاقا من مشاركة سوريا فيها، لتطرح من جديد مسألة الدفع بالإصلاح أو بإصلاح الجامعة العربية أمام تضاعف آثار سياسة التفرقة التي تنخر الجسد العربي. جامعة للصف العربي تريدها الجزائر. القمة العربية المزمع عقدها على أراضيها لا يمكن إلا أن تحمل معها آمالاً بانطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك، يؤكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. تأكيدات تفتح الباب أمام رغبة ملحة بجعل القمة المقبلة محطة لجمع الإخوة بعيداً عن سياسة التفريق التي تأتي على الجسد العربي. احنا الا كنديروا قمه عربيه لازم تكون قمه جامعه، ان شاء الله تكون انطلاقه جديده للعالم العربي اللي راه ممزق. نتمنى يكون اجتماع شامل، الجزائر ما تكرسش التفريقه تاع العرب، هذا هو الهدف الرئيسي تاع الاجتماع. احنا دوله دائما نجمع الفرقاء. قمه وان تفتح من خلالها الجزائر احضانها لعوده سوريا إلى الدفء العربي بتوافق عربي بعد جمود دام سنوات، فإن رغبتها تلك لا تستثني أي طرف كان، بما في ذلك الأطراف التي اتخذت من معاداة الجزائر منطقا لها. لكن شريطة عودتها إلى جادة الصواب، خاصة وأن ذات الأطراف ماضية في سياستها العدائية بشكل لم يشهده التاريخ العربي، ويتجلى المشهد هذا بإشارة وسائل إعلام مقربة من الإليزي بأن الموصادة بات قريبا من الحدود الجزائرية، وهو ما قد يخلف عواقب جيوسياسية وخيمة على أمنها. إصلاح الجامعة العربية انطلاقا من لم شمل أبنائها سيكون خطوة مهمة في طريق تجاوز الصعوبات الداخلية، يجمع مراقبون، في وقت تبرز ملامح الانفتاح على هذا التوجه بمساع تدركها عديد الفواعل داخل الجامعة العربية. وصفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد من كورونا المسمى أوميكرون بالمقلق أمام ورود معطيات حول امتلاكه أكثر من 10 طفرات تعمل على إضعاف المناعة حتى للأشخاص الملقحين. في الأثناء تواصل دول العالم غلق مجالها الجوي أمام الوافدين من جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها كاحتياطة احترازية. بعد كابوس دلتا يحل أوميكرون ضيفا ثقيلا على البشرية كمتحور جديد للعائلة التاجية من جنوب إفريقيا. مقلق هو الوصف الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية بشأنه أمام ورود معطيات بامتلاكه أكثر من 10 نسخ تعمل على إفقاد الشخص مناعته حتى ولو كان ملقحا، ناهيك عن مخاوف من كونه أكثر سرعة في الانتشار من سابقه. جنوب إفريقيا أعربت عن استيائها من ردة فعل الدول التي سارعت لإيقاف رحلاتها الجوية نحوها، معتبرة الأمر ردة فعل مبالغ فيها استنادا لتحذير الصحة العالمية من العجلة في فرض قيود على السفر دون وجود أساس علمي لهذه القرارات.
مخاوف عادت للأذهان إجراءات الغلق السابقة ومن جرى عنها من خسائر اقتصادية للأفراد والدول، قد تتفاقم هذه المرة أمام تزامن الأمر مع موجة خامسة في أرجاء أوروبا وسجال بها حول إلزامية أخذ اللقاحات من عدمها، واحتجاج بعض الشعوب على ما أسموه استغلالا سياسيا للأزمة الصحية من المسؤولين لتمرير أجنداتهم. لم يطل الأمر كثيرا لتنعكس التوجسات على مؤشرات أسعار النفط، حيث تراجعت بنحو 10 دولارات للبرميل في أكبر انخفاض لها خلال يوم واحد منذ أفريل 2020. كما هبطت البورصات الأوروبية بنحو 3% في ظل تحذيرات العلماء أن السلالات الجديدة قد تكون أكثر مقاومة للقاحات الحالية، مما يقوض التعافي الاقتصادي العالمي من الجائحة. رفض الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات معارضيه بتعليق العمل بالدستور عقب القرارات الاستثنائية التي اتخذها في وقت سابق. ونفى سعيد خلال لقائه وزير الداخلية اعتقال أي شخص على خلفية انتمائه السياسي أو المساس بالحريات الفردية، فيما اتهمته حركة النهضة بالعجز عن حل مشاكل أقول البلاد وطالبت بانتخابات مبكرة. تتجدد الاتهامات والتلاشقات بين الرئيس التونسي قيس سعيد ومعارضيها. سعيد يرفض استهدافه من خصومه وينفي تعليق العمل بوثيقة الدستور، فيما يتهم أطرافا بخلق أزمات سياسية ويتوعد بكشف من وصفهم بالمتواطئين مع الخارج لضرب استقرار الدولة، علما مرة أخرى لمن يتناسى أنه لم يتم تعليق العمل بالدستور، لم يتم تعليق العمل إلا بالدستور نفسه بناء على ما نص عليه الدستور. وبالعودة إلى أوضاع الحريات في البلاد، أعاب الرئيس التونسي الاتهامات الموجهة له، مكذبا اعتقال أي شخص بسبب موقفه أو انتمائه السياسي، فيما أكد أن هذه الأطراف هي نفسها التي تتطاول على مؤسسات الدولة والقضاء سيكون لها بالمرصاد. يقولون كل يوم تقريبا أن هناك مسا بالحريات وبالحقوق، لم يتم المساس بالحريات ولا يمكن أن يعود التاريخ إلى الوراء. ويبدو أن الخطابات التصعيدية والصراعات السياسية لن تتوقف بين الرئيس التونسي ومعارضيها، فحركة النهضة تواصل انتقاداتها لقرارات الرئيس بسبب ما تصفه بالخيارات الغامضة والسياسات الارتجالية العرجاء التي يواصل العمل بها، وتقول إن إجراء انتخابات مبكرة وتنظيم حوار وطني مستعجل سيكون بداية لحل الأزمة الحاصلة. على صعيد آخر، يلقي التوتر السياسي والاقتصادي الذي تعيشه تونس بثقله على الوضع الأمني، حيث شهدت العاصمة التونسية إحباط عملية إرهابية كانت على وشك استهداف مقر وزارة الداخلية، ويظهر جليا بحسب متابعين أن غياب الاستقرار السياسي يؤثر على توجه السلطات نحو مواصلة تجفيف منابع الإرهاب في البلاد. أكد الجيش السوداني أنه تصدى لهجوم من قبل قوات الإثيوبية في منطقة الفشقة الحدودية، وكشف مصدر عسكري عن تسجيل 6 قتلى في صفوف الجيش السوداني بعد تعرض القوات التي تعمل في تأمين الحصاد بالفشقة الصغرى لاعتداء وهجوم من مجموعات الجيش والميليشيات الإثيوبية استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد. قبيل الاجتماع المنتظر في فيينا لاستئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، ترقب دولي لما سيتمخض عن الجولة السابعة للمفاوضات وسط محاولات الكيان الصهيوني لعرقلة أي اتفاق أمريكي إيراني. إضافة بنود جديدة على الاتفاق الإيراني الغربي المتعلق بإقحام الصواريخ الإيرانية الباليستية في شروط المفاوضات هو ما ترفضه طهران قطعيا. محللون يرون أن تشبث كل طرف بشروطه قد يكون سببا في عرقلة مسار المفاوضات. الغرب والولايات المتحدة تريد تحسين شروطها وفرض أجندة جديدة وإدخال بنود جديدة على الاتفاق، يشمل الاتفاق
الصواريخ الإيرانية البالستية أيضا، ولكن لا أعتقد بأن هناك اتفاق سريع سيحصل بين الطرفين. المفاوضات تشوبها الكثير من الشكوك لدى الجانبين. دخول الكيان الصهيوني على خط المفاوضات وسيناريو الفشل الذي تتمناه ومحاولته لمنع البرنامج النووي الإيراني باء بالفشل، الأمر الذي زاد من مخاوف الكيان وقلقه. الكيان الصهيوني أو إسرائيل لا تريد أي استئناف للمفاوضات، ولا تريد أن تعترف الغرب بشكل كامل بحق إيران بحيازة التكنولوجيا النووية، ولكن محاولات إسرائيل كلها حتى الآن فاشلة، ولا أعتقد بأنها تؤثر، وإيران ماضية في طريقها بتخصيب اليورانيوم. عدم توصل إيران وأمريكا والدول الأوروبية المعنية إلى نتيجة نهائية خلال الجولات الست السابقة لمفاوضات فيينا لن يكسر أمل إيران في الوصول إلى حل، والحل حسب وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان سيكون متاحا في حال عادت الأطراف الأخرى إلى كامل تعهداتها ورفعت العقوبات ضد إيران. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، في أمان الله.